هنا كان مؤتمر رئيس الوزراء بالأمس حول قانون التصالح، والذي ذكر فيه أن منطقة كوبري الفحص ببنها من أعلى المناطق التي تشهد مخالفات بالبناء، وهو الأمر الذي يتضح من كمية الأبراج الكبيرة التي تعجي بها المنطقة حاليا في وقت تنادي فيه الدولة بالتصالح وإزالتها وحل مشكلات هذه الأبراج وتقنينها. المنطقة تسودها الهدوء بعد 24 ساعة من وجود رئيس الوزراء. أنا مصطفى المليجي، مواطني بنها وصاحب برج من الأبراج المقامة في الأراضي المخالفة هنا. وطبعا الأبراج دي أقيمت بعد حركة يناير، وطبعا اتقامت بطريقة مخالفة، كنا بنعاني فعلا في تقنين الأمر، وقعدنا نعاني كتير جدا فترة طويلة. ولكن طبعا معالي رئيس دولة مجلس الوزراء والسادة الوزراء والمحافظ جم بزيارة منطقة بنها امبارح، وما شاء الله تبارك الله معالي رئيس مجلس الوزراء جه ووضح الأمر للناس هنا في بنها وطمنهم فعلا. وطبعا أهالي بنها كلها بل المصريين كلهم طبعا يحترموا القانون ويحبوا أن القانون يطبق، ولكن يكون الأداء بطريقة مراعاة لظروف الناس. والحمد لله معالي رئيس مجلس الوزراء فعلا وضح ان الحكومة واخدة بالها من الحالة الاجتماعية والبعد الاجتماعي للناس، ووضحوا امبارح توضيح جميل جدا جدا جدا، وطمن الناس ان مفيش ازالات ومفيش حد تاني. وحتى في قيمة التصالح هيبدأوا ينظروا ويعملوا اعادة نظر تاني للناس في اعادة قيمة التصالح ويقننوها من مرة أخرى تانية. ولكن الحمد لله أنا شايف كده أن الأمر طيب جدا جدا. ولكن بقى الدور هنا على المحليات، ترجع للمحليات هنا الحكومة أو رئيس مجلس الوزراء أو السيد الرئيس الجمهورية، طبعا التوجيه والهدف سامي جدا 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 اللي هو القضاء على المناطق العشوائية، وده من حق البلد وكلنا بنتمنى الأمر دوت. ولكن كان التنفيذ من المحليات كان بيتم بطريقة خطأ شوية، ولكن الحمد لله استدركوا الأمر دوت وبدأوا يركزوا مع المحليات وموظفين المحليات والمحافظين ويعيدوا النظر تاني في عملية الأداء في تطبيق القانون. ليه؟ لأن الأمور في بعض الحالات محتاجة مش تطبيق القانون، روح القانون، لأن في بعض الناس فعلا بتعاني. والحمد لله حتى عملية إعادة التقييم تاني، تقييم المصالحات، بدأوا يعيدوا النظر فيها تاني. والحمد لله أنا شايف الأمر كده طيب جدا جدا جدا، وشايف إن شاء الله بيدي جدوى كويسة جدا، وبدأت الناس فعلا تروح للتصالح. أنا شايف حتى النهاردة في ناس كتير جدا بدأت تتوجه لمجلس المدينة لتقديم الطلبات. أنت حضرتك شايف إن ده مفيد للمنطقة والمكان؟ طبعا مفيد، أنا شايف مفيد، طبعا مفيد. يعني إن الناس تروح وتقنن وضعها شيء مفيد جدا جدا جدا. طب انت حضرتك شايف ان الساكن هو اللي بيشيل التصالح ولا صاحب العقار؟ والله وجهة نظر، هو فعلا ممكن حتى لو تقاسموها فعلا بالرضا يكون افضل، لان هو الساكن هو اشترى بسعر منخفض وكان عارف ان فيه دي مخالفات، كان عارف ان هو بيشتري شقة مخالفة. لكن دلوقتي اما اجي اقنن بقى واخلي لها وضع قانوني وهرتفع سعرها، يعني الحاجة اللي كنت ببيعها بألف لا ممكن ببيعها بألف ونص. انت حضرتك تقدمت للتصالح؟ تقدمت، انا واحد من الناس تقدمت من زمان من فترة طويلة يعني قبل وجود رئيس الوزراء، برغم يعني. ان انا يعني انا صاحب ارض كنت اسندت البرج بتاعي لشركة وكاتب في العقد اللي بينه وبين الشركة ان الشركة ما تبدأش عمل الا بعد تقنين الوضع القانوني. لكن انا كنت على سفر والشركة استغلت الوضع دوت وكتبت المخالفات باسمي. لكن الحمد لله برضو لاننا كلنا نعتبر في مركب واحد. رسالة توجهها للدولة في موضوع التصالح؟ لا، انا اشكر رئيس الجمهورية فعلا فعلا بجد،
واشكر سعاده مثلا رئيس مجلس الوزراء، لان الناس دي بتتعب وهدفها سامي جدا 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 ان هي مثلا تقضي على العشوائيات، وده امر طيب جدا وحاجه تبقى مشرفه لبلدنا وللمواطن المصري. السلام عليكم. انا هنا في ورا كوبري الفحص كان عندي حته ارض وديتها لشركه تكون فيها مبنى، واتفقت معاهم ان هم يجروا في اجراءات التراخيص، فاستغلوا الوضع بتاع البلد في احداث يناير وابتدوا يبنوا. وبعدين اتقدمنا بالتصالح دلوقتي، ونتمنى ان الاداره المحليه تبتدي تشوف الاجراءات. وانا كنت لسه جاي دلوقتي من الوحده المحليه بجمجره، وعلى اساس ان انا استلم شهاده التقاضي، ولكن الحاله متعسره هناك، مش عارف ايه الوضع بالظبط. بنشكر سياده رئيس مجلس الوزراء وسياده وقبل منه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو قام بحل معاناه الناس، وبعدين يعني بنتمنى منه المزيد، توصيل مرافق بقى من غاز وكهرباء وصرف صحي ومية يعني جميع المرافق بإذن الله.